عليه؟ ايه؟ بيت أخوك رح يوصلوا بعد شوي، لا تحكي عن قرض بنك قدامه، هيك أحسن، اسحك. ليش؟ لا تقولوا بس، ما استلم قرض ولا حتى اشترى سفينة، وما يحكي بهذا الموضوع أنت. مزبوط عم تحكي. هلأ أنا ريمان رح تسأل ألف سؤال، شو عملت لقدرت تاخد القرض ومن وين جبت مصاري؟ مزبوط عم تحكي، ما رح أحكي شي ولا يهمك. يسلموا إيديك يا حبيبتي كارولين، الركفورد مع الجاج طالعة معك كتير طيبة، لا تنسي تعطيني الطريقة بعدين. صحة وهنا. جميلة لقيت شغل وبلشت فيه اليوم. من وين عرفتي ناريمان؟ سمعت عم تحكي مع صفا خانم على الباب. ايه هون بهاي البناية اللي مقابلنا. بالبناية اللي مقابلكم؟ يعني شو فيها البناية بابا؟ من وين لقيت هيك شغل؟ سمعتهم عم يحكوا بس ما كتير فهمت. حكمة كارجي اسم الزلمة صاحب الشغل. مين؟ حكمة كارجي، واللي بعت ورا جميلة لحتى تشتغل هو هذا الزلمة. ما حدا بيعرف شي، أنا استغربت كتير، الله أعلم من وين هالزلمة بيعرفها. إيه حبيبتي كارولين، برأيي إنه هالوضع ما رح يعجبك، رح تصير جميلة هون بوشك على طول، هي بتضل مرت جوزك، مالك غيرانة أنتي؟ ناريمان ليش ليغار أنا؟ علي صار زوج أنا مو زوج جميلة.